السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنبدي معاكم شنطه الفشاره اللي بداناها الفيديو اللي فات. تمام، عملناها اهي، جميله شكلها حلو، عمليه. تمام، هنركب لها السوسته بتاعتها. هنحتاج طبعا خيط وسوسته اكبر من حجم الفتحه بشويه، تمام، وحلقتين سهله الفتح، تمام، سلسلة، يعني معاك اختيارين، يا سلسلة تمام يا حزام، برضو بيتباع جاهز زي كده بعشرين خمسة وعشرين، والسلسلة برضو مش غالية، باتناشر خمستاشر المتر كده يعني. تمام، حالتين سهلة الفتح، دول الاتنين بعشرة جنيه، يعني حاجات عادية خالص. تمام، هنبدأ ان شاء الله. بسم الله، هنركب الجزء الاولاني ده، نثبت عليه جامد بالخيط. تمام، عادي يعني في خيط لون الشنطه ماشي، مفيش مش مشكله، برضو ايه شغلي نفسك. يا رب يكون الشرح عاجبكم، ومعلش يعني لو في حاجه بتعدي مني، معلش الواحد في الاول، ف معلش يعني. اللون لو لون الخيط نفس لون الشنطه هيبقى احسن بكتير، عشان برضو ما تبانش الغرز منها. تمام، ونحاول نمشي على الجنبين بتوع السوستة عشان تثبت معانا جامد. قد ما نقدر ما نبينش الغرزه بتاعت الابره، عشان برضو شكل الشنطه يبقى حلو ومنسق. نبدا كده في الناحيه الاولى من الشنطه، نركب السوسته بالراحه ونثبت عليه بالخيط عشان مع الشغل ما تفكش. طبعا لو عايز يعني تركبي لها بطانه، برضو البطانه بتتباع المتر بخمستاشر جنيه حاجه زي كده، بس انا مش متوفر حاليا عندي، بس هي مش هتطب منها اي حاجه ولا هتقع ولا اي حاجه، لان هي كده كده متقفله جامد، وغرزه الفشاره دي بتكون محمله، فمفيش حاجه هتقع منها ولا اي حاجه ان شاء الله. الشنطه دي ليها اختيارات كتير بالنسبه للحبل، للسلسله، حزام. ممكن ان شاء الله هعمل لكم فيديو مفصل، هعمل لكم حبل الليسير روماني باذن الله، برضو جميل وعملي، وبدل ما نشتري سلسله وكده يعني، فهو ايه بيكون احسن. بس انا مش متوفر عنده او ما بيعرفش مثلا يشتغله، عادي هيجيب سلسله من الراجل بتاع الخيوط، هي مش غاليه، المتر ب 12 15 جنيه بالكتير يعني. تمام، قد ما نقدر الغرز ما تبانش، بحيث زي ما قلت لكم الشنطه تكون جميله وما يبانش ان ايه احنا عاملينها بغرزه مثلا بخيط مختلف ولا حاجه زي كده. على فكره يا جماعه، شغل الكروشيه عامه ممتع، ممتع في شغله، يعني الواحد بينسى نفسه هو بيشتغل في نفس الوقت. انا عن نفسي بحس اني بريح اعصابي يعني، لما بكون شغاله زي كده ما بحبش ابطل. فجربوا يعني، ان شاء الله حتى تجيبوا شله، هي شله كلها بخمسة ستة جنيه يعني، مش كتيره، مش غاليه. تمام، وجربوا
انا اول ما كنت بشتغل جبت ابرة عادية خالص بثلاثة جنيه عادي يعني، وجربت ومرة في مرة الحمد لله زبطت معايا وتعلمته. وبالنسبة للبنات تحت المدرسة برضو لازم برضو يتعلموه، لان هو سهل. هو ايه يعني، انا متعلمتوش في المدرسة انا عن نفسي، لا. فالبنات حاليا دلوقتي في المدرسة، في مدارس كتير بيطلبوا منهم الكروشيه ده يكونوا عارفينه، بس ايه شغل الصوف يعني، مثلا تعمل طاقية، تعمل جوانتي كده يعني. فحلو يعني، هي هتفيد نفسها وفي نفس الوقت ايه هتفيد بعد كده اولادها، تفيد تشتغل بيه برضو بعد كده ان شاء الله، تبقى مصدر رزق ليها يعني. الشغل عامة يا جماعة مش عيب، بالعكس يعني الواحد بالذات في الزمن ده. فربنا ييسر الامور للجميع ان شاء الله، ربنا يستر الحال وخير باذن الله. اهم حاجه لايك واشتراك، وفعلوا الجرس عشان كل ما اعمل ان شاء الله حاجه جديده تنزل لكم باذن الله. كمل بإذن الله تعالى، برضو هشتغل معاكم شغل الشتوي بإذن الله كده، بس حبة لقدام يعني إن شاء الله، كوفيات، طواقي بقى، أي حاجة زي كده، بس شوية شوية يعني. أهم حاجة قد ما نقدر الغرز ما تبانش، وفي نفس الوقت نثبت عليها علشان ايه ما تفكش فيما بعد مننا. وحتى لو باظت السوسته ولا اي حاجه زي كده عادي، هي سوسته بتتجاب المتر بخمسة جنيه مثلا، وعادي وتجيب الجرار بتاعها وتغيريها، سوسته عاديه جدا يعني، ما فيش تكلفه كتير يعني بمعنى اصح. وحاجه انت فرحتي بيها وعملتيها بايدك، وحاجة من عمل ايدك يعني، احسن من كده مفيش. انا مش عايزة اكفل معاكم، عايزة اكمل معاكم، مش هتشوفوا بس اني ايه السوستة. في ناس كتير تقول بتفك مني، ما بعرف لهاش كده يعني، بس هي اسهل مما يمكن ان شاء الله. اهي شايفين ازاي، اهي لا فكت ولا باينه ولا اي حاجه. بس طبعا لو بطانه هتكون احسن بكتير يعني، لو هتركبي بطانه هتكون احسن واشيك وتدي قيمه اكتر للشنطه. بس انا لو حاسه ان هي عايزه بطانه انا كنت عملت بطانه، بس هي كده جميلة وزي ما قلت لكم عملية، وفي نفس الوقت مفيش حاجة هتقع منها مثلا او تطب منها وكده، لا، لان هي الفشارة اصلا محملة وفي نفس الوقت مفيش حاجة باينة فيها منها مثلا يعني. بس الشنطة دي يا جماعة لو اتعملت بخيط مكرمية تاني مكرمية قطن
تبقي احسن، والمكرميه الفرنساوي تبقي احسن بكتير طبعا، خيط رفيع في نفس الوقت خفيفه هتكون معاكي. اما المكرميه بتاعنا ده فايه بيكون تقيل شويه وتخين، فبضايق اللي بيشتغل بيه يعني، ناس كتير ما لا بتفضل خيط ارفع شويه. فان شاء الله ده وده كويس، بس اهم حاجه الواحد يعمل حاجه من صنع ايده عشان يحبها وفي نفس الوقت يحافظ عليها وكده يعني. فجربوا ان شاء الله ايه تحبوا الشغل ده باذن الله. تمام كده احنا خلاص قربنا نخلص الجزء الاول منها اهي. ونثبت عليها جامد جامد يعني عشان ايه متفكش. السوستتان اللي هي العظم دي انا ما بحبهاش بصراحة، بتكون رخمة كده في شغلها، فايه ما بحبها ما بحسهاش بتعيش يعني مع الوقت، فلا دي احسن. وغير كده بالمتر يعني، انت بتجيبي زي ما انت عايزة منها، مترين ثلاثة تقصي قد ما انت عايزة بتقصي، استغليه في حاجة تانية، فهي احلى حاجة فيها كده. تمام كده خلاص احنا خلصنا اول جزء فيها، بس انا اقفل اخر حتة دي. تمام وارجع اديتكم تاني نكمل الشنطة مع بعض. تجيب سلسلة او ما بيحبهاش يلبسها او الحاجة مثلا غالية او كده، لا من نفس الخيط بتاع الشنطة اللي حتبقى مثلا مننا او كده، او حتى نجيب شلة عادي هي كلها بخمسة ستة جنيه زي ما قلت لكم. هنعمل حبل اللي سير رومان تمام، برضو بنجيب له جنشين وكده وبنركبه، برضو هيبقى شكله جميل وما بمطش يعني ولا حاجة، بالعكس بيكون برضو متين ان شاء الله يعني باذن الله. الفيديو الجاي اعمله معاكم باذن الله، يعني برضو نحاول قد ما نقدر ما نكلفش يعني، ليه الدنيا زي ما انتم شايفين ازاي غاليه، فنحاول نوفر شويه يعني، ما فيش توفير بس نحاول يعني برضو على قد ما نقدر. كده اهي يا جماعه خلصت يعني، ايه فاضل حاجات خفيفه اهي. الشنطة دي يا جماعة يعني حلوة في الخروجات، أعياد، بنات الجامعة مثلا، جميلة وعملية إن شاء الله. إن شاء الله يعني إيه تعجبكم، شكلها لذيذ يعني، تحسي موديل مختلف كده وشكلها حلو. خلاص احنا خلصنا خلاص، نقفل بس بكده عشان ايه ما تفكش تاني. دي خدت مفيش يعني خمس شلات خيط يعني، يعتبر نص كيلو، نص كيلو مكرمية. طبعا اللون اللي انت عايزاه بتجيبيه، نبيتي، بني، اسود، ده اللي انت عايزاه بتحب تجيبيه بتجيبيه، كل الاسعار يعتبر واحد، مفيش سعر مختلف يعني.
تمام كده خلصناها. تمام اهي اهي شكلها لذيذ تمام ومنتفخه. هي فعلا اسمها غرزه المنتفخه عشان كده هي منتفخه. تمام اهي اهي جميله وعمليه وشكلها حلو. تمام كده نركب لها الحلقات سهله الفتح، وممكن نركب حلقات عاديه برضو بس دي افضل يعني سهله الفتح وفي نفس الوقت مش هتغلبك، سهله بس هي غلبتني انا دلوقتي اهي. بنراها كده وتدخل معانا، بس دي احسن من اللي احنا التانية اللي احنا بنثبتها بتكون افضل، بس دي برضو مش وحشة يعني ايه حلو متينة. ماشي اهو تمام كده ركبناها. طبعا عندنا حلين، يا اما نركب لها الحزام الجلد ده تمام اهو برده شكلها جميل وحلو زي الفل مفيهاش اي حاجه اهي 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 جميله وعمليه اهي ما فيهاش اي حاجه برضو شكلها كويس وروعه وزي الفل. تمام انا كذا اختيار بحاول اديه لكم علشان ايه اللي مش متوفر عنده ده يجيب ده، يعني ايه ما نوقفش نفسنا على اي حاجه اللي موجود هنعمل بيه اهو. وادي السلسله اهو دي او دي بتقضي الغرض، والاثنين احسن من بعض، وكمان لو عملناها بنفس الخيط برضه شكلها هيبقى لذيذ وجميله وزي الفل اهي. طبعا عايزه نركب لها لوجو هنركب لها لوجو، مش عايزه نركب خلاص هي كده شكلها حلو وزي الفل ما فيهاش اي حاجه ثانيه. تمام كده انا عملتها معاكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان شاء الله يعني ايه تدعموني بلايك واشتراك وتفعلوا الجرس، ويا رب يكون الشرح عجبكم الى حد ما يعني، وما تنسوناش كده في تعليق حلو ودعوه حلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.